دي ثقافة لعب الجزائري ايش ثقافة أوروبية؟ قال تفوز ببطولة لا ولا عندك في أوروبا تفوز بالبطولة ولا حاجة ما زيش تلعب من بعد لا كاين زيت تلعب كاين زيت تلعب لا لا كاين سيتي فازوا بالبطولة ومن بعد لعبوا لا شامبيونز ليغ فازوا ببطولة فازوا بهذيك الاف ان كوب هذيك زادوا فازوا ب يقدروا على الشامبيونز ليغ وحبسوا خلينا تشامبيونز ليغ وداني ماتش خلاص حنا كود لاكاف حنا كود لاكاف دابا نلعبوا طيب بصح رضوان حنا دوك انت مام ربحت ربحت كاس افريقيا ومازال عندك دي زوبجيكتيف لازم تريح في لي زوبجيكتيف تاعك لازم تريح في لو مام ريتم تعب تكمل لي زونطريمون تكمل لي ماتش تاخذهم بعين الاعتبار انا نقول علاش قلت لك اليوم الثقافه تاع اللاعب الجزائري ما يقدرش يقال خلاص دا في راسو دا كوب دافريك خلاص دا لي فاكونس ما يزيدش مام البطوله شغل ما يحسبهاش سيرتو وين داير في راسو باللي كي داو كاس افريقيا العام الجاي حي بارتيسيبي ما عندوش اوبجيكتيف باش يلعب باسكو قادرين اتحاد العاصمه كانوا قادرين يلعبوا تشامبيونز ليغ يحتلوا المركز الثاني باللي ماتش روطا اللي عندهم وكانت عندهم راطاو دي بوان اللي ما لازمش يتراطاو انا نقول هذه ترجع هذه الثقافه وترجع ثاني للتسيير راك تشوف سمعتو يحكي على تجديد اللاعبين نورمالمون عندك لو ساتور ديالك نورمالمون قبل ما يخلص العام ثلاث شهور ولا باربع شهور ولا اللاعب هذا تسحقه تنيغوسي معاه تدي له بوصه كان روطار في النيغوسياسيون تاع لي ديريكتور غادي تولي المسير هذه خديت تدير ميد دوت تكون بعد دوك تقول لك كاين لاعبين راحوا دوك انت عباك سي با نورمال اليوم نتايا فائز بكاس افريقيا دوك غير ولا اكزومبل نشوفوها في دي كلوب اوروبيان عطيك اكزومبل زعما غوندوغان خلاص ربح في سيتي بزاف لي كلوب حبيب بدل الفريق يروح لي شالونج واحد اخر بطوله واحد اخرى اليوم انت في اتحاد العاصمه شكون اللي فائز مع اتحاد العاصمه ببطولات ابار دي كوب دافريك اللاعبين هذوما ما كانش زعما قال دين كاتيت ابار زي ماموش اللي في الفريق هذا طول في الفريق هذا الاخرين ما دوش كوب دافريك خلينا نحكوا على الالقاب المحليه فهمت وكان زعما ايكيب في هذا الفريق هذا ربحت بزاف القاب ما عندي حبيت تغير فريق قال خلاص انا ما عنديش واش ندير في الفريق هذا اليوم اللاعبين عيب يروح لك لاعب من الفريق هكذايا معناتها اليوم وكان يروحوا لك انت ربح كوب دافريك وعندك شركه تقدر تمدد اللاعبين يروحوا لك لاعبين اسمها كاين خلل في الاداره اليوم هذا سؤال يريح مطروحه وكان اليوس ما يروح لهم دي جوار وسيتو وين يسينيو في البطوله الوطنيه هذه حاجه انا بور مو حاجه قراف